لكم أول مشاركة. ما شاء الله تبارك الرحمن، كيف شفت الشوط؟ والله الشوط زي ما انت شايف الحلال قوي وكلنا معزز حلال، نسأل الله التوفيق سبحانه. مش على اختيارك للحمر، ليش هو عشانكم من منطقة الحجاز ولا؟ والله اختيارنا للحمر، احنا أهل الحجاز نحب الحمر والقبيلة نفسها أغلب حلالها حمر. طيب كيف شفت الشوط اليوم؟ الشوط قوي بالحيل، لكن نسأل الله التوفيق. أول مشاركة لك مشعل، خلنا بنسألك عن المهرجان، كيف شفت المهرجان؟ والله المهرجان عالمي ما فيه كلام، مهرجان زي ما انت شايف تنظيم وكل سنة أحسن من السنة يعني اللي قبلها، وكل ما قلنا اكتمل يجي السنة الجاية جايبين أشياء جديدة. نسأل الله التوفيق ونشكر القائمين على نادي الإبل وعلى رأسهم الشيخ فهد بن حثلين، ونقول عسى الله يقويهم. طيب مشعل خلني بسألك عن حاجة، كم عززت السنة هذه؟ والله البل كلها مشتراها السنة هذه دق وجل، نسأل الله التوفيق. فالك التوفيق إن شاء الله مشعل، وشاكرين لك. شكرا.